تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي اليوم أكد فيها سيادته أنه الحكومة مستعدة لاتخاذ أي قرار من شأنه زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر على الفور. أشار كمان الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر لديها فرصة استثنائية خلال فصل الشتاء اللي جاي لجذب عدد أكبر من السائحين لمختلف المدن المصرية. أيضا أشار رئيس الوزراء لأهمية السياحة العلاجية ودورها في زيادة معدل حركة السياحة الوافدة إلى مصر، إلى جانب السياحة الدينية وما تقدمه في هذا المجال، من بينها طبعا مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم في سانت كاترين. خلينا نروح لمزيد من التفاصيل عن هذه التصريحات مع الدكتورة سهى بهجت مستشار وزير السياحة والأثار والمتحدث باسم الوزارة. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، و عايزة أقول لك أنه إحنا بلدنا كلنا عارفين أنه هي تستحق المزيد في مسألة السياحة دي. إحنا بنشوف دول أوروبية ما عندهاش ربع اللي موجود في مصر، وبنشوف عندها تدفق أكبر في حركة السياحة. عايزة أسألك عن ملامح الهوية المصرية الجديدة التسويقية والترويجية للسياحة المصرية. اهلا بيكي دكتوره دينا، واهلا بالساده المشاهدين كلهم. الحقيقه طبعا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان مصر تمتلك مقومات جميله جدا ورائعه، وتتميز يعني عوامل جذب يمكن ما فيش دول كثيره في العالم عندها نفس هذا التنوع. فالحقيقه طبعا يعني هيئه تنشيط السياحه ووزاره السياحه والاثار يعني بيبذلوا جهد كبير جدا لتحسين للمكتب السياحي المصري، وعمل الدعايه اللازمه والتسويق اللازم طبعا لانه يوصل لاكبر عدد من الزائرين او اللي بيتدوروا في يعني حركات البحث عن مصر. يمكن احنا الفتره اللي فاتت اطلقنا حمله فور ذا سان، وان شاء الله هنعيد اطلاقها في الفتره القادمه. والحمله دي الحقيقه لقت نجاح كبير جدا، وحققت اكثر من 130 مليون مشاهده على مستوى دول العالم كلها. وده طبعا يعني بيدي صوره ان مصر بلد بتتمتع بجو دافئ وشمس مشرقه طول السنه. ويمكن حضرتك عارفه ان يمكن الفطر ده مؤثر جدا، خصوصا مع الازمه اللي موجوده عالميا والحرب الروسيه والطاقه وازمه الطاقه داخل، وحتى يمكن يا دكتور سهى التغيرات المناخيه كمان تلعب دور في ده. فشفنا دول اوروبيه بالزبط. السنه دي درجه الحراره ارتفعت فيها لدرجات عمرها ما كانت بتحصل يعني. بالظبط يا فندم، احنا الحمد لله ربنا حبان مناخ معتدل طول السنه. يمكن ده كان عنوان الحمله اللي ان شاء الله هنعيد اطلاقها في الفتره القادمه علشان مصر. طبعا في يعني جهود كبيره جدا. دكتور سهى استاذنك تقفي في مكان يكون الصوت فيه اوضح من كده لانه مش سامعين حضرتك كويس. كده لا، لسه الصوت بيقطع يا دكتور سهى. طيب الحقيقة أنه زي ما كنا بنتكلم مع دكتور سهى، صناعة السياحة صناعة هامة جدا جدا جدا. بلدنا فيها تلت أثار العالم، ويمكن فيها كمان أثار لسه لم تكتشف. عندنا سياحة علاجية، عندنا سياحة دينية، عندنا سياحة ترفيهية، المولات والشواطئ، عندنا شواطئ بكري لسه ما شافهاش حد. فبلدنا فيها يعني سياحة مش بس غنية بأثرها، لا هي كمان متفردة بالموقع، متفردة بالمناخ اللي ربنا ادهولنا. فمحتاجين مزيد من الآليات الترويجية والسياحية والتسويقية اللي بكل تأكيد بتفرق. اشتراكنا في المعارض السياحية الدولية بيفرق كتير. معرض إكسبو دبي والنجاح الكبير اللي حققه الجناح المصري في إكسبو دبي، وأنا كنت من زوار هذا الجناح وصورنا هناك التلفزيون المصري وشفنا الإقبال الكبير من الناس والطوابير اللي كانت موجودة على الجناح المصري، قد إيه ده بيفرق. كل الفعاليات السياحية، الفعاليات اللي بتنفذ في أماكن سياحية في مصر بيكون ليها صداها جوه مصر وبره مصر، الناس تبقى عايز تيجي وتشوف. فمسألة الترويج للسياحة مسألة غاية في الأهمية الحقيقة، وإنه كمان نروح لأسواق مش موجودة عندنا، نوعية سياح مش موجودة عندنا. ده مهم جدا إن احنا نعرف إن احنا نكلمهم بلغتهم، إيه اللي يفرق معاهم ونعمله لهم علشان يقدروا يجوا ويزوروا مصر. وبالتأكيد السياحة مصدر مهم جدا للدخل، خصوصا مع كل الأزمات اللي بتحصل، كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. يعني السياحة بتتأثر بشكل كبير في العالم كله مش بس في مصر، فعليه لازم يكون في سياسة تسويقية جديدة تناسب ما يحدث عالمياً.